ضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد مسؤول مصري ننشر التفاصيل. ومجلس التعاون الخليجي في بيان عاجل بشأن مصر خصوصا، وننشر لحضراتكم آخر التفاصيل. وعاجل هجوم على وزير المالية المصري، والوزير يرد الناس مش عاوزة جمبري وكافيار. وننشر تفاصيل الفيديو المتسبب في اتهام فنانة مصرية مشهورة بالفسق. وعاجل إحالة عشرات من قيادات الإخوان للمحاكمة الجنائية بسبب تركيا. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط ايضا على زرار اعجبني او لايك عشان توصلك الفيديوهات والاخبار اولا باول. عاوزين نوصل ل 1000 اعجبني او لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدا في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمه تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدا مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا. ومجلس التعاون الخليجي في بيان ناري بشان سد النهضه ومصر. وأكد مجلس التعاون لدول الخليج العربي أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لحل قضية سد النهضة الإثيوبي. وقال المجلس الذي يضم كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر وكويت وعمان في بيان ختامي أصدره مساء الثلاثاء بعد قمته الـ 42 في الرياض، إنه أكد أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وشدد على رفضه لأي عمل أو إجراء يمس الحقوق في مياه النيل. وجدد المجلس دعمه ومساندته لكافة المساعي التي من شأنها أن تساهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف. وأشار بيان القمة الخليجية في هذا السياق إلى أهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق قوانين والمعايير الدولية. المصدر معنا كان من واسوا RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان واقفين جنب مصر والسودان وبيدعموها في هذه المشكلة أو في هذه القضية، قضية سد النهضة، ويؤكدوا يعني تمام التأكيد أنهم يعني عاوزين الدول الثلاثة اللي هي مصر والسودان وإثيوبيا يوصلوا لاتفاق قانوني ملزم مرضي لكافة الأطراف. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ومجلس التعاون الخليجي في خبر آخر، ويقول أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج. وشدد مجلس التعاون الخليجي على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، شاكرا في الجهود المصرية في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة. وفي البيان الختامي لقمة 42 للمجلس التي عقدت في الرياض، أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ومصر الذي عقد في الرياض في 12 ديسمبر الحالي، التي ستساهم في تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات. وأكد دعم أمن واستقرار مصر، شاكرا في جهودها في تعزيز الأمن القومي والعربي ومكافحة التطرف وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري. المصدر معانا كان من واس كده. مجلس التعاون الخليجي طلع ببيانين، البيان الأول وهو بيشدد على قضية سد النهضة، البيان الثاني بيشدد على أمن مصر وبيقول ان امن مصر جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي والخليجي. اترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر. وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد مسؤول مصري. وفي اطار جهود اجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى الصور وكذلك جرائم استغلال الاحداث، فقد اكدت معلومات الادارة العامة المباحث رعاية الاحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص باستغلال الفتيات القاصرات في أعمال منافية للآداب العامة داخل نادي صحي بدون ترخيص كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم هارب وجاري ضبطه بعد تقنين الإجراءات. وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف النادي الصحي المشار إليه، وأمكن ضبط كل من المدير المسؤول ومعاونه. لهما معلومات جنائية، شخصان من المترددين على النادي الصحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب، فتاتان قاصرتان تعملان داخل النادي وصبي حدث عامل بوفيه بالنادي، كما تم ضبط 3 سيدات يتم استخدامهن
في الأعمال المنافية للآداب لإحداهن معلومات جنائية. وأثناء الضبط قامت بالقفز من نافذة إحدى الغرف محاولة الهرب، مما أدى إلى إصابتها بكسر باليد، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها وتم خروجها. وكذا تم ضبط مبلغ مالي ودفتر خاص بقيد المبالغ المالية الخاصة بالنادي. بسؤال المجني عليهن، الفتاتين القاصرتين أقرتا بقيام أحد المتهمين مالك النادي باستغلالهن في الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية. كما قرر المجني عليه الصبي الحدث بقيام مالك ومديري النادي باستغلاله في تقديم المشروبات للزائرين على المركز. وبسؤال باقي المتهمات، ثلاث سيدات أقروا بقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالي يتحصلن عليه من مالك العقار وقائمين بالإدارة. وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه. تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر عاجل، هجوم على وزير المالية المصري، والوزير يرد الناس مش عاوزة جمبري وكافيار. رد وزير المالية المصري على هجوم أعضاء في مجلس النواب بسبب مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدمغة وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. أوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري قيمة الرسوم والضرائب الواردة، الطبقة الوسطى عايزة تحسن مرتباتها مش عايزة تاكل استاكوزا وكافيار. أشار إلى أن الضرائب مخصصة لأسماك السلمون وشرائح سمك سلمون طازجة أو مبردة أو مجمدة، والروبيان بين قوسين جمبري واستاكوزا. وشهدت جلسة المجلس هجوما حادا من بعض النواب على وزير المالية، حيث قال نائب قبل 10 أيام صدر عن مجلس الوزراء بيانا يفيد بأنه لا توجد أعباء جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة. لنفاجأ اليوم بمشروع قانون بفرض ضرائب ورسوم جديدة. وقال النائب أما مركز معلومات مجلس الوزراء يكذب على المواطنين، أو من يمدهم بالمعلومات يكذب على المواطنين. وتابع عضو مجلس النواب، لا يوجد أي حس سياسي أو إنساني عند الحكومة في ظل أزمة التضخم وزيادة الأسعار. وأضاف الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين، خصوصا إن الأسعار زادت بشكل كبير الفترة الماضية، وتساءل ازاي واحنا بنواجه الافكار المتطرفة نروح نفرض ضريبة على المسارح والسينما. واتفق معه النائب احمد نقلت قائلا الحكومة بتفرض ضريبة لكل شيء يرتقي بالذوق العام، بينما سايبة الدنيا لسوستة وشاكوش. المصدر معانا كان من اخبار اليوم، اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وهذا ملخص ما حدث بين اعضاء مجلس النواب ووزير المالية المصري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهل حضراتكم بتتفقوا مع وزير المالية ولا بتتفقوا مع أعضاء مجلس النواب؟ يعني أنا منتظر تعليقات حضراتكم أسفل الفيديو. ننتقل مع بعض الخبر آخر وننشر تفاصيل الفيديو المتسبب في اتهام فنانة مصرية مشهورة بالفسق. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو الفنانة المصرية المشهورة مها أحمد المتسبب في اتهامها بنشر الفسق. وقررت جهات التحقيق في مصر إحالة بلاغ يتهم الفنانة المصرية مها أحمد بنشر الفسق إلى نيابة قصر النيل لاتخاذ إجراءاتها نحو التحقيق والاطلاع على المستندات المقدمة. وجاء القرار بعدما تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع ببلاغ ضد الفنانة مها أحمد لاتهامها بنشر الفسق. وذكر فرحات في بلاغه أن المشكو في حقها الفنانة مها أحمد خرجت علينا من خلال تطبيق يدعى ميجو لايف ببث مباشر مرفق بالإسطوانة المدمجة التي سنتقدم بها بالتحقيقات، ورفقتها شاب ممن يدعون إلى المثلية، وهذا واضح من الصور الخاصة بحسابه، وأخذوا يجرون حوارا مع أحد الأشخاص بدعوى أنه طبيب صيدلي مدعيا بأنه سيدة. وتابع فرحات في بلاغه ضد الفنانة مها أحمد أن الحوار بدأ بحديث به إيحاءات غير يعني لائقة، والمشكو في حقها تسانده في ذلك، بل وتطلب منه أن يجاريه بالحديث ويطلب منه توجيه الكلمات والتي بها تحريض على الفسق. ثم تختتم حديثها أمام الجميع الحاضرين في البث المباشر المعلن بشكل عام كما هو موضح بالفيديو المرفق بالإسطوانة المدمجة بأن الأطباء الصيادلة جميعهم ووصفتهم بكلمة سيئة،
لتنال أمام متابعيها بآلاف من طائفة معينة وتحتقر مهنة الطب التي ما دام قدمت للشعب المصري الكثير والكثير. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وقولولنا رأيكم في أفعال الفنانة المصرية مها أحمد. انتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل إحالة العشرات من قيادات الإخوان للمحاكمة الجنائية بسبب تركيا. أحال جهات التحقيق في مصر 81 متهما بقضية التخابر مع تركيا إلى محكمة الجنايات بعد أن أنهت التحقيقات بها والمتهم فيها قيادات جماعة الإخوان. ومن بين المتهمين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرة الشاطر ومحمود عزت وقيادات إخوانية هاربة خارج البلاد لاتهامهم بالتخابر مع تركيا. وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية أنه في غضون الفترة من يوليو 92 حتى ديسمبر 2020 قام المتهمون بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة. وأكد أمر الإحالة أن بعض المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وذلك بأن تفاهم المتهمان الأول والثالث مع المتهمين من 74 حتى 76 مع رئيس الجمعية التضامن المصري ومؤسسة تركيا للحريات والمساعدات وممثل منبر 4 ووكالة الأناضول على إنشاء كيانات إعلامية تتخذ واجهات تسطر التواصل بين أعضاء جماعة الإخوان في الداخل والخارج، عناصر معادية للبلاد وتستخدم في الترويج لأغراض الجماعة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة عبر حملات إعلامية منظمة تحارب ضد الدولة المصرية بما من شأنه الإضرار بمركزها السياسي. واتفقوا جميعا على تمرير المكالمات الدولية من وإلى البلاد بعيدا عن البوابة الدولية المرخص لها للتأثير سلبا على موارد البلاد الاقتصادية من العملات الأجنبية بما من شأنه الإضرار بمركزها الاقتصادي ولجميع معلومات من خلال التصنت على تلك المكالمات وتسجيلها وتنقل إلى أجهزة أمن خارجية لاستخدامها في فرز العناصر واستقطابها وتجنيدها وإلى الكيانات لاستخدامها في مخططاتها وتوفير أموال من متحصلات ذلك التمرير لتمويل تلك المخططات بما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.